بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم دلوقتي يا شباب على آخر حاجة عندنا في الكورس ده، اللي هي فيز 2 ميتابوليزم. إحنا دلوقتي اللي لسه مخلصينه من شوية فيز 1، كل اللي خرج الفانكشنال جروب اللي خرجت عندي من فيز 1 ميتابوليزم ديت، سواء بعملية الأوكسيديشن أو الريدكشن أو الهيدروليسيس، كل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها عن طريق ان هي بتديني، بعمل عملية فانكشناليزيشن، يعني بتديني فانكشن، تديني او اتش الكوبري، تديني او اتش متصله بحلقه بنزين بقول عليها فينوليك، تديني برايمري امين، تديني سكندري امين، تديني كربوكسيليك اسيد جروب، كل الحاجات دي، تديني اس اتش جروب، كل الحاجات دي كلها ماشي بقول عليها عمليه فانكشناليزيشن، عشان خاطر المركب اللي عندي لو بقى عنده البولاريتي الكافيه انه يحصل له عمليه اكسكريشن في اليورين فبقى ونعم، خلاص خلصنا منه. طب ما خرجش، يبقى الحل بتاعه ايه؟ انه يخش لي على فيز 2، بحيث ان انا ازود عمليه البولاريتي، بحيث ان هو يكون قادر ان هو يحصل له عمليه الايه؟ عمليه الاكسكريشن. في بعض الدراج او السبستريت او بعض بقول حاجه عليها الزينوبيوتيك ايجنت، المركبات الغريبه سواء دراج او غيره، على طول هي ممكن البولاريتي بتاعتها تخليها ما بتخشش فيز 1، تخش على فيز 2 على طول، لان هي البولاريتي بتاعتها عاليه، ناقصها بولاريتي بسيطه، فالفيز 1 ده مش هيعمل معاها حاجه، تقوم داخله على فيز 2، بيحصل لها عمليه الايه؟ عمليه الكونجوجيشن، عمليه الكونجوجيشن. طب يبقى معنى ذلك ان الدرجه عندي ممكن يخش على فيز 1 ويحصل له عمليه اكسكريشن، يخش على فيز 1 وبعد كده ينتقل الى فيز 2. الدرجه عندي او الزينوبيوتيك ايجنت ممكن عندي على طول يدخل لي مباشره على فيز 2، اللي هو عندي بولر ايه؟ بولر جروب ايه؟ بولر جروب كافيه. طيب يبقى عندي الفيز 2 كونجوجيشن، من كلمه كونجوجيشن رياكشن عامله بالظبط زي كلمه اللي هي الايه؟ الكابلنج رياكشن، حاجه هربطها مع حاجه ثانيه بس كده، هو ده كل التفاعلات اللي انا هعملها. يعني انا دلوقتي عندي ده الدراج بتاعي، ده يا شباب ده السبستريت، ده السبستريت اللي هو الدراج بتاعي او الزينوبيوتيك ايجنت، يكون زي ما يكون الراجل ده فيه فانكشن جروب موجوده عندي، او اتش جروب، اس اتش جروب، كربوكسيليك اسيد جروب، امينو جروب، الحاجات دي كلها. الراجل ده بيجي يرتبط مع كونجوجيت اخر، اللي هو ده الكونجوجيت الاخر، ده الكونجوجيت ده علشان يحصل له عمليه الاكتيفيشن زي الجلوكورونيك اسيد، زي عمليه الميثيليشن، زي عمليه الاستايليشن، الكلام ده كله لازم يتصل مع كو انزيم، مع كو انزيم. يبقى هنا لازم عمليه، هنا ايه؟ كو انزيم مرتبط به عشان يعمل له عمليه ايه؟ يعمل له عمليه اكتيفيشن، ما عدا حاله واحده بيحصل فيها العكس، حاله واحده اللي يحصل فيها العكس، لما بعمل كونجوجيشن مع الايه؟ الجلايسين او الجلوتامين، ما نوصل له. انما الجنرالي كله عندي ده السبستريت الدراج بتاعي او الزينوبيوتيك ايجنت اللي فيه فانكشن جرو، عملت له عمليه فانكشناليزيشن، اللي هترتبط مع مين؟ مع الكونجوجيت ده. الكونجوجيت اللي عندي ده لوحده كده ان اكتف، ما ينفعش، ده في حاله واحده، في حاله بس الجلوتاثيون. طيب الراجل ده زي الجلوكورونيك اسيد هيجي يرتبط لي بكو انزيم عشان يعمل له عمليه الايه؟ عمليه الاكتيفيشن، عمليه الاكتيفيشن، هيرتبطوا مع ايه؟ مع بعض. الراجل ده فيه فانكشن جروب دول الكونجوجيت اللي موجود عندي ده او الكونجوجيتنج ايجنت ده، بحيث ارتبط لي مع مين؟ مع الفانكشن جروب اللي موجود عندي في السبستريت. يعني الراجل ده وليكن على سبيل المثال، الراجل ده في حاجه الكتروفيلك، يبقى الراجل ده يعمل عليها نيوكلوفيلك اتاك، اللي هو الجروب اللي موجود عندي في السبستريت. وهو بالتاكيد الجروب اللي موجود عندي لما اقول او اتش جروب، لما اقول اس اتش جروب، لما اقول امينو جروب، كل المجموعات دي يا شباب الكتروفيلك ولا نيوكلوفيلك؟ الاو اتش، الاس اتش، كربوكسيليك اسيد جروب، ديت مصدر الالكترونات ولا هي بتستقبل الكترونز ولا وضعها ايه بالظبط؟ تمام، ديت عباره عن نيوكلوفايل، عباره عن نيوكلوفايل، ونوعها ايه؟ نيوكلوفايل نتيجه للون بير من الالكترون، ممكن تكون كومبليت نيجاتيف تشارج. تمام جهان، بارك الله فيك، ماشي زي الكربوكسيليت. الراجل ده يبقى الحاجه اللي موجوده فيه ديت اللي هتمسك فيها هتكون الكتروفيلك. الالكتروفيلك الحاجه ديت، يبقى الجزء اللي باقي منه ده يا شباب انا خلاص الحاجه ديت علقتها ركبتها في كو انزيم، عمل لها بايو اكتيفيشن، يبقى الباقي اللي عندي من الكو انزيم ده هيخرج از ايه؟ از جود ليفنج جروب، جود ليفنج جروب. ده كل ملخص اللي احنا هنقوله، ده كل الكلام فيه في كلمه، في الرسمه اللي قدامك ديت. عندي السبستريت اللي هو الدراج بتاعي بقول عليه الزينوبيوتيك ايجنت، الراجل ده هيجي في، الراجل ده زي ما قلنا عملنا عمليه فانكشناليزيشن من الفيز 1، او احنا جايبينه جاهز موجود فيه بولر جروب،
الراجل ده هيجي يتحد لي مع الكونجيوجيت اللي هيتحد معاه، الكونجيوجيت ده زي الجلوكورونيك اسيد او السلفيت او ما ينفعش لوحده يحصل له اكتيفيشن، لازم مع نهايه كو انزيم يحصل له عمليه بايو اكتيفيشن. ماشي، خلصنا من دي. الراجل اللي عندي ده يشتغل از ايه؟ نيكلوفايل. انا بشرح لك كده عشان مش عايزك الحاجه تاخدها تصمها تقعد تحفظ وخلاص، ما انت عارف نيكلوفايل من الكتروفايل وقاعد وبتحرق في وقتك وخلاص، ما انتش فاهم حاجه. ماشي، يبقى الراجل ده نيكلوفايل هيعمل اتاك على الكتروفايل ده، بالالكتروفايل ده لما عملنا عليه اتاك زي ما اقول بالظبط، وليكن عندي، وليكن يعني ببسط المثال، عندي ميثايل مثلا برومايد اللي هو اللي عند الايه، اللي هو العمليه اللي هو الايه الاسيتايل كو إيه مثلا ده، ولا عمليه اللي هو الكو انزيم مع الايه الكونجوجيت، اعتبر البرومو ديت اللي هي عباره عن الايه، عباره عن الاسيتايل كو ايه او الكو انزيم، الكو انزيم اللي موجود عندي. البي ار بتسحب، يبقى الراجل ده عليه شحنه موجبه جزئيه، يبقى الراجل ده هيجي يعمل اتاك على ايه، على الالكتروفيل الكربون. في الحاله ديت البي ار هتخرج ايه يا شباب؟ از جود ليفنج جروب. الجود ليفنج جروب دي بقى هي بقى الكو انزيم اللي موجود عندي ده. بالكو انزيم فايدته ايه يا دكتور؟ عمل اكتيفيشن للكونجوجيت ده اللي هيمسك لي فيه الدرج بتاعي عشان يمسكوا في بعض ويتحول الى هايلي بولر مور ايونايزد، يبقى يطلع لي على طول ونخلص منه، وما في ده اخر فيز موجوده عندي. ماشي يا شباب، انا عندي دلوقتي عايز كل الغرض من الموضوع ده كله يبقى في عندي الميتابولايت اللي خرجت عندي من فيز 1 ديت تبقى عباره عن مور بولر اند ووتر سيرويل بروده، واغلبيه المركبات اللي بتطلع عندي من الفيز 1 الهيدروفيليس بتاعتها ما بتكونش كافيه ان هو يخرج از ايه، يخرج في اليورين ويحصل له عمليه الاكسكريشن، فلازم يعدي في الغالب، في الغالب انا بقول في الغالب، في بعض الناس على طول من فيز 1 بتخرج، وطبعا هو بيديني ان اكتف ايه، ان اكتف ميتابولايت امور هيدرو او ان اكتف ايه ميتابولايت. يبقى انا عندي الكونجوجيشن ده يبقى عندي سمول بولر وايونايزابل اندوجينس مولكيول، يبقى الحاجات اللي اعمل بقى عمليه الكونجوجيشن ديت الجلوكورونيك اسيد والسلفيت والميثيليشن والاسيتيليشن والكلام ده كله مع الامينو اسيد كونجوجيشن، الكلام ده انا جايبه من بره؟ لا، ده حاجات كلها سبستريت اندوجينس موجوده جوه الجسم نتيجه كانها بتطلع باي برودكت نتيجه عمليه الكتابوليزم بتطلع لي الحاجات ديت. اعلى واحد فيهم زي ما انتم عارفين اللي هو بيطلع لي الجلوكورونيك اسيد. الجلوكورونيك اسيد ده جاي منين؟ جاي من الاكسره بتاعت الجلوكوز، جاي من الاكسره بتاعت مين؟ الجلوكوز. يبقى البرودكت اللي عندي بعد ما حصل عمليه الكونجوجيشن طبعا لازم يكون ووتر سيلول ويحصل له عمليه الاكسكريشن، لازم هيحصل له عمليه ان اكتيفيشن، انا عايز اخلص بقى الديوريشن اوف اكشن بتاعه واخلص منه، هيبقى ان اكتف وفي نفس الوقت نون توكسيك. طيب في عمليه الميثيليشن يا شباب، لما اعمل احط ميثايل جروب، اعمل ميثيليشن يعني اضيف ميثايل جروب، اسيتيليشن هضيف اسيتيل جروب على السبستريت او الدراج بتاعي، هل تتوقع لما اعمل ميثيليشن او استايليشن اللي هيزيد عندي الهيدروفيليست هتزيد، هيبقى مور بولر ولا هيبقى ليس بولر؟ هيكون ايه يا شباب لو عمل المركب اللي عندي اعمل له ميثيليشن؟ ما هي ميثيليشن دي يعني ايه؟ يعني عندي او اتش احولها لاو ميثايل، عندي ان اتش 2 هعمل لها استايليشن هتحول الى ان اتش سي او سي اتش 3، كأن بالظبط بزود الكربون تشين، كأن بالظبط بزود اللايبوفيليك بارت. ده معنى ذلك ان انا عندي هيبقى ليز بولر، يبقى معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الموضوع بتاع الميثيليشن او الاستايليشن ماكو ملوش يمه بعمليه ان هو يزود الايه، يزود يا شباب البولاريتي او يخليه مور ووتر سولبل، لا ده انا عايزه عشان يعمل لي ترمينيشن اليمينيشن للفارماكولوجيكال اكتيفيتي، يغير في الشكل بتاعه علشان نخلص منه ما يقعدش يمسك على الريسبتور، ما هو لو فضل ماسك على الريسبتور يبقى هيديني مين؟ هيديني توكسيك افكت او سايد افكتس كتيره، فانا عايز اعمل له عمليه ترمينيشن اتخلص منه عن طريق مين؟ عن طريق عمليه الميثيليشن او الاسيتايلين. في عندي بقى كمان الجي اس اتش ديت اللي هو الجلوتاسيون، الجلوتاسيون. الجلوتاسيون هنشوف دلوقتي الاستراكشر بتاعها. الجلوتاسيون زي ما انت شايف كده جلوتاسيون، يبقى معنى ذلك المين او المين فانكشن في الجلوتاسيون من الجي اس اتش كده تبقى هي مجموعه ايه يا شباب؟ في الجلوتاسيون سلفر ومتصل باتش، بقول عليها سلفا هيدر الجروب اللي هي الاس اتش جروب، الاس اتش جروب متصل عندي هنا بامينو اسيد اللي هو السيستاين، متصل السيستاين برده مع حاجات ثانيه، متصل مع جلوتاميت وحاجات ثانيه. المهم عندي ده عباره عن مين؟ عن ان اس اتش، الاس دي اتش ديت عليها لون بير من الالكترون، يبقى دي هتشتغل از يا شباب الكتروفايل ولا نيكلوفايل؟ الكتروفايل ولا نيكلوفايل؟ هتشتغل از نيكلوفايل. الراجل ده مستر الجلوتاثيون ده يا شباب بنقول عليه ديتوكسيفاينج ايجنت، ديتوكسيفاينج ايجنت،
يعني كل الحاجات اللي بتعمل توكسيست في الجسم. ربنا خالق لنا الجلوتاثيون اللي بيحتوي على الاس اتش جروب ديت، بحيث يروح يعمل عليها نيوكلوفيليك اتاك ويحصل لها عمليه الايه، عمليه اكسكريشن في اليورين. ليه بقى عندنا؟ فاكرين لما خدنا، لما كنت بقول لك عندك الاولوفينيك دبل بوند سي، دبل بوند سي، لما كنت بعمل عليها عمليه اللي هي الاوكسيديشن، عمليه الاوكسيديشن اوليفينيك اوكسيديشن، كان بتتحول الى ايه؟ كان بتتحول عندي بكسر الدبل بوند ديت وبتتحول لي الى الايبوكسايد او الاوكزيران. الايبوكسايد الاوكسايد كنت بقول لك عندي ديت 3 ممبر رينج، الرينج ديت فيها هايلي ستريند، يعني مش قاعده مظبوطه، عايزه تتفتح. فديت بتقوم الاكسجين هايلي الكترو نيجاتيف عن الكربون زي ما شرحت لك، تقوم واخد الاسره ديت السنجل بوند، ويبقى طبعا ديت خلاص انا خلصت منها، فانا هتحول الى ايبوكسايد، وبقى عند الكربون ديت عليها يا شباب شحنه موجبه. قلت لك ده عباره عن سترونج ايه، الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ قلت لك عباره عن سترونج الكتروفايل، بيروح يعمل لي اتاك على مين؟ بيروح يعمل لي اتاك على الماكرو مولكيول زي الدي ان ايه والار ان ايه والبروتينز، ممكن يعمل لي عمليه كارسينو، يبقى كارسينوجينيك، يعمل ميوتاجينيستي، يعمل تراتوجينيستي، ممكن يسبب اجهاض وينزل الحمل، يعني حاجات كتيره جدا، مشاكل كبيره جدا نتيجه مين؟ نتيجه للايبوكسايد، لان الايبوكسايد بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي سترونج الكتروفايل. الكتروفايل بقى اي حاجه نيوكلوفيلك في الجسم يوم رايح ماسك معاه، نيتروجينس بيزز، الادينين، الجوانين، البروتينز كلها مليانه الكترون، سورس اوف النيوكلوفايل، يروح ماسك فيها. وقام ربنا خالق لنا الجلوتاثيون ده، والجلوتاثيون ده كمان الميزه ايه كمان؟ انا قلت لك في الاول ايه؟ ان الحاجه اللي بعمل بقى عمليه كونجوجيشن دي يا شباب، بعمل بقى عمليه كونجوجيشن ديت، قلت لك بعوز لها ايه؟ بعوز لها ايه؟ قلت بعوز لها ايه؟ بعوز لها كو انزايم. ده ما ربنا خلقه ما فيش كو انزايم، يعني ما فيش وقت، بحيث ان هو يلاقي اي توكسيك ايجنت يقوم ماسك فيه. زي ما هو كده، لا كو انزايم يمسكه يصلوا عمليه بايو سينسز ولا يحزنوه. فمن نعم ربنا علينا الجلوتاثيون اللي موجود ده اللي هو الجي اس اتش. فاي حاجه الكتروفيلك يقوم رايح ماسك فيها ايه؟ ماسك فيه. يبقى زي ما قلت لسيادتك، يبقى الفيس 2 ده انا عندي هيحصل عمليه كونجوجيشن، بس اهم حاجه الكونجوجيتنج جروب اللي موجوده عندي زي الجلوكيرونيك اسيد، زي السلفيت، زي الميثايل، زي الاسيتايل، هعمل عمليه ميثيليشن، سلفيشن، جلوكيرونيشن، اسيتايليشن، كل ده لازم في وجود مين يا شباب؟ في وجود تكون موجوده في اكتيف فورم على هيئه كو ماسكه في كو انزايم، زي ما شرحت في السلايد الاولانيه في الرسمه اللي عملناها. الراجل الكو انزايم ده اللي مسك في الكونجوجيت اللي موجود عندي ديت بقى، سواء جلوكورونيك اسيد او عشان تمسك لي مع السبستريت، السبستريت ده قلت اللي هو الدراج بتاعي. الراجل ده طبعا لازم يكون في وجود انزايم، وجود انزايم موجود عشان ينقل الكونجوجيت جروب اللي موجوده عندي مع الكو انزايم تروح تمسك لي فيه السبستريت. يبقى اكيد الانزايم اللي عندي ده هيبقى اسمه ايه يا شباب؟ هيبقى اسمه ايه؟ ترانسفيريز انزايم. ترانسفيريز، ترانسفيريز يعني ايه؟ واحد بينقل حاجه من مكان لمكان اخر، هينقل لي الكونجوجيت من الاتاش بتاعها مع الكو انزايم اللي هو الاكتيف فورم عشان يوديها لي لمين؟ يوديها لي للسبستريت، بحيث يتكون عندي المركب يكون هايلي بولر، هايلي هيدروفيلك، فبالتالي يكون يحصل له عمليه اكسكريشن في الايه؟ اكسكريشن في اليوم. زي ما قلت لك عندك من لما كلمت في السلايد اللي فاتت، في عمليه الجلوتاثيون ما بتحتاجش كو انزايم ولا اكتيفيشن، هي اكتف جاهزه، ربنا خلقها جاهزه على طول، بحيث في اي توكسين موجود او اي حاجه لها عندها الكتروفيليست عاليه، مكان ما تروح تمسك لي في الماكرو مولكيول يقوم هو ماسك فيها ومطلعه ومخرجها. من نعم ربنا علينا. فعندي في حاله الجلايسين والجلوتامين اللي هم عباره عن كربوكسيليك اسيد كونجوجيت، عباره عن امينو اسيد كونجوجيت، في الحاله ديت انا قلت لك اللي عندك الجلايسين والجلوتامين، الحاجات الكونجوجيت ديت انا قلت بيشتغل از الكتروفايل يا شباب ولا نيوكلوفايل؟ الكونجوجيت الحاجه اللي راح اربطها في الدراج بتاعي بتشتغل الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ في السلايد الاولانيه، عشان بعد كده هتكلم بسرعه، الكلام مش هياخد وقت، انا عايز الناس تفوق معايا كده، هم دول اول كلمتين دول اهم حاجه في الموضوع. انا قلت عندي الكونجوجيت اللي هروح يمسك لي في الدراج بتاعي هيبقى الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ قلت لك لما ماسك فيه اللي هو الكو انزايم وده هيخرج از جود ليفنج جروب، يبقى الراجل ده الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ الكونجوجيت، الجلوكيرونيك اسيد، السلفيت، الميثايل، الاسيتايل، كل ده تبقى عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن ايه؟
الحاجه بتاعتي ديت الكونجوجيت ده الكتروفيل ولا نيوكلوفايل؟ يا شباب هو انا بسالكم سؤال ما شرحتوش. بس ما راحت من الاول، حتى قلت لك هنا ده الجلوتاثيون هروح يعمل اتاك على الكتروفيل الكربون، يبقى ده الكتروفايل موجود عندي. الحاجات اللي هدخلها دي كلها الكتروفايل. انا في حاله الجلايسين والجلوتامين ده عباره عن امينو اسيد، دولت فيهم سنتر ليه الالكتروفيلستي، دولت الجلايسين والجلوتامين ده، ان في من ناحيه ان اتش 2 من ناحيه كربوكسيليت، هل ده في سنتر للالكتروفيلستي؟ ماكو. ان اتش 2 كربوكسيليك اسيد جروب، ماكو. يبقى مين اللي يحصل له عمليه اكتيفيشن في الحاله دي يا شباب؟ عشان يبقى لان هو اللي هيبقى الالكتروفايل في الحاله دي، من اللي هيعمل له اكتيفيشن؟ اللي هيعمل له اكتيفيشن في الحاله ديت اللي هو السبستريت بتاعي، اللي هو الدراج، السبستريت ده اللي هو الدراج اللي عندي، اللي هيحصل له عمليه الميتابوليزم، اللي هيحصل له عمليه الكونجوجيشن. يبقى انا عندي اول حاجه اللي هو عامل كونجوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد اللي جاي لي من اكسده الجلوكوز، اسمها جلوكيرونيديشن. ديت الطريقه ديت من الكونجوجيشن باس واي، ديت اللي هي الامثل او الموست كومون او الاشهر او اللي بيحصل بقى كل الموضوع ديت. وقلت لك ان عمليه الكونجوجيشن ده هتتم من مين؟ امونو جروب، كربوكسيليك اسيد جروب، فينوليك او اتش، الكهوليك او اتش، اس اتش جروب، سلفا هيدرو جروب، كل الجروب دي كلها اللي احنا عملناها في فيز 1. يبقى ده موست كومون، ده اللي هيحصل عندي في الغالب. يبقى سيادتك لما تلاقي عندك او اتش، تلاقي عندك اس اتش، تلاقي عندك كربوكسيليك اسيد جروب على طول، واقول لك فيس 2 اول حاجه عندك تفكر فيها تقول لي عمليه الجلوكيرونيديشن، لان الراجل ده الافيلابيلتي بتاعته عاليه جدا، بتجي لي اللي هو عباره عن دي جلوكيرونيك اسيد، دي جلوكيرونيك اسيد. كل الفانكشن جروب اللي موجوده عندي في الدراج بتاعي اللي حصل له ميتابوليزم موجوده، فبيمسك فيها، سواء زي بيقول لك كل المجموعات اللي قلت لك عليها. بيزود السولوبيلتي في الوتر جدا، يبقى مور هيدروفيلك. يبقى لما يعمل كونجوجيت مع اي زينوبيوتيك ايجنت سواء الدراج او غيره، بيكون الراجل ده عنده هايلي ايه؟ هايلي بولر، هايلي بولر، لان عنده جلوكيرونيك اسيد، يعني فيه كربوكسيليك اسيد جروب. كربوكسيليك اسيد ايه؟ كربوكسيليك اسيد. يبقى انا قلت لك دلوقتي اهم حاجه شيء عندي في الامتحان، اهم شيء عندي الجلوكيرونيديشن او اي طريقه من الطرق اللي قلناها ديت، اهم حاجه عندي ان السبستريت الفانكشن جروب موجود فيه عشان تعرف انت هتعمل انهي طريقه. تاني حاجه الكو انزيم ايه اللي هتستخدمه تعرفوا لي بس، والانزيم ايه اللي هيستخدمه اعمل لي عمليه الترانسفير، اعمل لي عمليه الترانسفير اللي هو الترانسفيريز انزيم. في حاله الجلوكيرونيديشن ده الكو انزيم اللي بستخدمه حاجه اسمها يو دي بي جلوكيرونيك اسيد، يو دي بي جلوكيرونيك اسيد. يبقى لما اقول لك اللي هو اليورودين داي فوسفيت جلوكيرونيك اسيد، هتكتب لي في الامتحان هتكتب لي اللي هو الكو انزيم ده، وفي نفس الوقت على السهم بتكتب لي اللي هو الانزيم بقى اللي بيعمل عمليه الترانسفير اللي هو يو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز. يبقى انا مش عايز منك الا الاثنين دولت، تقول لي هيحصل عمليه كونجوجيشن بالجلوكيرونيديشن والكو انزيم اللي بستخدمه اللي هو بيمسك فيه الكونجوجيت اللي موجود عندي، الحاجه اللي هتمسك لي في الدراج بتاعي، والانزيم اسمه ايه، بس كده. عشان الحشو اللي جاي ده مش عايزك تشغل بالك به. الراجل اللي عندك ده قلت لك الفا دي جلوكوز، ادي الجلوكوز اللي عندي اهو، دي جلوكوز. الراجل ده سيبك من كل الحشو ده كله، اهم حاجه عند الراجل ده اللي هو الاكتيفيتد كو انزيم او يو دي بي، وادي عباره عن مين يا شباب؟ عباره عن الجلوكيرونيك اسيد. ده اللي انا عايزك تعرفه اللي هو الايه؟ اللي هو الاكتيفيتد كو انزيم. ادي جه عندي الكو انزيم اهوت اهو اللي هو اليوريدين داي فوسفيت يو دي بي، مسك لي في مين؟ اهو ده الراجل اللي كنت بقول لك عباره عن كو انزيم، ويمسك لي فيه الحاجه الكونجوجيت اللي عندي عشان يعمل لي عمليه ايه؟ بايو اكتيفيشن اهو، اكتيفيتد كو انزيم. الكو انزيم اهوت اللي هو اليوريدين داي فوسفيت دي جلوكوز اهو، هو ده اللي ماسك لي في مين؟ في الجلوكيرونيك اسيد في البوزيشن ايه؟ في البوزيشن الفا. ماشي يا شباب، الناس معايا ولا الناس نامت؟ يا شباب هنخلص بسرعه بس الناس تصحى، انا مش عايز منك كل ده، عايزك منك بس تعرف لي ده اللي هو الكو انزيم ده اللي ماسك عندي مين يا شباب؟ اللي ماسك عندي في اللي هو الكونجوجيت اللي هو الجلوكيورونيك اسيد. قلت لك جاي من الجلوكوز 6 كربون، 1 2 3 4 5 6. ماشي يا شباب،
كمل واختصر. ما انا بقى اكتر من كده اختصار يا مرتضى، يبقى ده الاكتيفيتي كو نظام اللي سيادتك تكتبه لي في الامتحان، ده لازم تعرفه. بقول لك ده هيجي في الامتحان. الراجل ده، ناس تركز معايا، الناس تركز معايا، الراجل ده الاكسبتور ده يا شباب اللي هو الدراج بتاعي او الزينوبيوتيك او الدراج اللي حصل له عمليه الميتابوليزم. هيديني هنا، قلت لك هنا الراجل ده عندي الكربون ديت، الكربون ديت اللي ماسكه فيه، مش ده الكونجوجيت بتاعي؟ الكربون ديت اللي عليها القلم رقم واحد دي يا شباب، المفروض عليها شحن ايه؟ عليها شحن ايه؟ اللي ماسكه في الاو، عليها شحنه موجبه. تمام فاطمه، عليها شحنه موجبه، يعني الراجل ده الكتروفيلك، الراجل ده الكتروفيلك. يبقى الراجل اللي عندي ده الدراج بتاع السبستريت ده اللي هو اتش اكس ار، يبقى الراجل ده عباره عن نيوكلوفيلك، عباره عن نيوكلوفيلك. النيوكلوفايل ده لو قلت الاكس ديت هي ده السنتر بتاع النيوكلوفيلستي، عليه مثلا لون بير من الالكترون او نيجاتيف تشارج، ومتصل بالكايل جروب، وعندي هنا مثلا، وعندي هنا اتش، يعني الاكس ديت ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون او اتش كربوكسيليك اسيد جروب، سي او او اتش اس اتش. يعني معنى ذلك الراجل ده اللي قدامي ده عباره عن الكتروفيل ولا نيوكلوفيل يا شباب؟ الراجل ده، الراجل ده هو عباره عن الفانكشن جروب بتاعتي اللي هي الفانكشناليزيشن اللي جات لي من فيز 1. يبقى الراجل ده امينو جروب اس اتش جروب فينوليك او اتش اس. الراجل ده يبقى عباره عن الكتروفيل ولا نيوكلوفيل؟ ده اللي هو الار اكس اتش ده. عباره عن نيوكلوفيل، تمام. يبقى النيوكلوفيلس بتاعته اللون بير او النيجاتيف تشارج اللي موجوده عندي، يبقى الراجل ده هيروح يعمل لي نيوكلوفيليك اتاك على هذا البوزيشن. قلت لك الجزئيه ديت هتخرج لي ايه؟ از جود ليفين جو جروب، يبقى الاو خد الرابطه اللي بينه وبين الكربون بقى عليه نيجاتيف تشارج، هيتحول الى او اتش منين ده يا شباب؟ اللي هو اليوريدين دايفوسفيت وعلى هيئه او اتش. الراجل ده هياخد لي النيجاتيف تشارج ديت، هياخد لي اتش منين؟ الاتش هياخدها منين؟ تمام زهره، هياخد لي اتش منين يا شباب؟ هاخد لي اتش منين؟ مش انا عندي هنا اكس اتش، الاكس ديت عملت اتاك باللون بير اللي عليها، بقى عليها كده شحنه موجبه فقدت ديت، يبقى هتعوضها منين؟ هتاخد الاتش ده الرابطه اللي بينها وبين الاتش، يبقى الاتش ده خرج از بروتون، الاتش ده خرج از بروتون هيعمل ايه؟ يقوم جاي رايح عامل بروتونيشن على الاو اللي عليها نيجاتيف شارج ويتحول لي الى او اتش. ويتبقى عندي ايه دلوقتي؟ هيبقى عندي اكس ار وماسكه في البوزيشن هذا، في البيتا بوزيشن هذا الاكس ار. تمام يا شباب؟ يبقى كل اللي عايزه منك في الموضوع ده الاكتيفيتد كو انزايم مع الجلوكيورونيك اسيد شكله عامل ازاي؟ لا يا نازلين ترسمي لي بس ده كده بس، سيبك من اللي حش ده كله، ده انا عايز ده اللي هو اليوريدين دايفوسفيت ده، ماشي؟ يوريدين، يوريدين 5 دايفوسفيت جلوكيورونيك اسيد يو دي بي جي اي، يو دي بي اللي هو يوريدين دايفوسفيت جلوكيورونيك اسيد. ده كل ما يهمني في القصه كلها، لان ده اكتيفيتد كو انزايم، هو ده اللي انا عاوزه. الراجل ده الدراج بتاعي اللي فيه الفانكشن جروب هتروح تحل لي هنا في الاي والاي في البيتا بوزيشن اللي موجود، اللي تحت ده اللي هو الالفا، اللي فوق ده اللي هو البيتا زي ما انتم عارفين. حصل عندي هنا اس ان 2 رياكشن، الاس ان 2 رياكشن ده ما هو عندي ده النيوكلوفايل بتاعي اللي هو الار اكس اتش ده النيوكلوفايل، لما عمل اتاك على الكربون ديت كلها خرجت جود ليفنج جروب. فبيحصل حاجه اسمها انفيرشن اوف كونفيجوريشن، انفيرشن اوف كونفيجوريشن يعني ايه؟ يعني الالفا تتحول الى بيتا والار تتحول الى ايه؟ الار تتحول الى اس. ما علينا، بس عشان ايه ما نتعبش دماغكم بكلام كبير، وانا عارف ان دماغكم مش مستحمل، ماشي يا شباب؟ الاستراكشر اللي انا رسمته ده يا نازلين ده اللي هو الكو انزايم ده، وفي نفس الوقت اللي هو مين؟ اللي هو اهم حاجه عندي برضو اللي هو الايه؟ الانزيم اللي هو العمل ده اللي هو اليوريدين دايفوسفيت جلوكيرونايل ترانسفيريز. دول اهم شيء عندي. الكو انزيم اللي عمل اكتيفيشن للكونجوجيت، لان الجلوكيرونيك اسيد لوحده كده ما يعملش الهواء، ما يعملش اي حاجه، لازم اعمل له عمليه اكتيفيتد كو انزيم او بايو اكتيفيشن. الانزيم بقى اللي خلى
الجلوكيرونيك اسيد جروب ديت ينقلها ويحولها لي للبوزيشن ده ويتفاعلوا مع بعض عن طريق مين؟ اليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز انزايم. يبقى اهم حاجه عندي الاكتيفيتد كو انزايم، واللي هو مين؟ اللي هو الانزايم نفسه. عندي يا شباب اهو الفينوبروفين، ده اسمه دواء اسمه فينوبروفين. الراجل ده ممكن يحصل فيه ايه؟ عنده كاربوكسيليك اسيد جروب، هيحصل لها كونجوجيشن مع مين؟ يبقى ده النيوكلوفيليس بتاعته الاو عليها نيجاتيف تشارج، هتروح لي على البوزيشن اللي قلت لك عليه ده، البوزيشن ده اللي قلت لك عليه اللي هو الماسك اللي فيه الاو ده، الكربون دي عليها شحنه موجبه، يقوم عامل نيوكلوفيليك اتاك عليه، دي تخرج از جود ليفنج جروب الاو، تاخد الاسره ديت يبقى لها نيجاتيف تشارج. المركب اللي عندي زي الكربوكسيليك اسيد، يبقى في الحاله ديت الاتش بتاعت الكربوكسيليك اسيد اللي هتروح تمسك لي في الاو اللي طلعت از جود ليفنج جروب، جود ليفنج جروب، ويبقى عندي الاو ديت مسكت لي في مين؟ مسكت لي في اللي هو مين؟ في الجلوكيرونيك اسيد، لان ده السنتر بتاع النيوكلوفيليس، ده النيوكلوفايل اللي عندي، دي الفانكشن جروب. ايه تاني عندي؟ ده الاسيتو امينوفين اللي هو الباراسيتامول، الباراسيتامول عندي الاو اتش جروب، الاو اتش جروب فينوليك اهو، تمام، يعني او عليها لون بير نيوكلوفايل، يحصل له عمليه لما اقول لك فيس 2 على طول الاو اتش دي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي هيحصل له عمليه جلوكورونيديشن. الكو انزايم اللي هو اليو دي بي جي اي اللي هو جلوكورونيك اسيد، يو دي بي جي الانزيم اسمه ايه؟ يو دي بي جلوكورونايل ترانسفيريز، وانتهى الموضوع بس كده. يبقى اهم حاجه عندي مجموعه نيوكلوفايل بتروح تعمل اتاك على البوزيشن اللي عليه شحنه موجبه اللي متصل بيه الكونجوجيت اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. طيب عندي حاجه زي يا شباب ده مركب زي ده، انا في مجموعه اس اتش، يبقى لما اقول لك فيز 2 ميتابوليزم على طول اس اتش هتعمل لها ايه؟ لان الاس اتش ديت بي الفيز 1 ممكن تتحول الى اس او، اسمها سلفوكسايد او سلفون اس او 2. يبقى الراجل اللي عندي ده زي حاجه اسمها ميسي مازول، يبقى ده بيحصل عندي اس جلوكورونيديشن على، يبقى الاس ده اللي هو السنتر بتاع النيوكلوفيليست ده اللي هروح اعمل اتاك على البوزيشن اللي قلت لك عليه الكربون اللي ماسكه في الاو اللي هي ماسكه في اليو دي بي، ويقوم حلل محلها، والاتش هروح لمع الجود ليفنج جروب الاو وتتحول الى او اتش. عندي هنا الان اتش ديت، بس الامثله ديت قليله، بس المركبات دي بيحصل فيها. الديسبرامين ده، الديسبرامين ده جاي من الاميبرامين، تراي سايكليك انتي ديبريزم. لو عندي هنا يا شباب دبل بوند زي التجريتول الكربامازيبين، يبقى الراجل ده يحصل له ايه؟ لو عندي هنا كده دبل بوند اولوفينيك دبل بوند، يحصل له ايه ده؟ انهي نوع بالفيز 1؟ دبل بوند بالفيز 1 يحصل له ايه ده؟ لو عندي هنا دبل بوند اوليفينيك دبل بوند هتتحول الى ايه؟ ما انا قلت لك ديت دبل بوند يا سيف، هتتحول الى ايه الاوليفينيك دبل بوند ديت؟ تتحول الى، لو عندنا دبل بوند زي التجريتول كده، دي تتحول الى ايه؟ بالفيز 1 اوليفينيك اوكسيديشن. الاوليفينيك اوكسيديشن بيديني ايه؟ هيديني ايه؟ كلمة ايه؟ ايبوكسيديشن، ايبوكسايد، 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 الايبوكسايد، الايبوكسايد معمل له بالهيدريشن، بالهيدريز انزيم هيديني 2 او اتش، قلت لك في المقدمة في الأول في المراجعة للمحاضرة اللي فاتت هيديني داي اول او اتش لما تتفتح بالماي، اديني او اتش واو اتش، داي اول، جلايكول، أو ممكن يروح يمسك لي فيه عشان دي النقطة دي مهمة خلي بالك منها في الامتحان. وراح يمسك لي مع نيوكلوفايل مع ماكرو مولوكيول، تمام، نازلين الاوكزيران او الان، ربنا او ربنا خلق لنا الجلوتاثيون تقوم هي اللي ماسكاه تعمل له ترابنج، رايح فين؟ او الميسي مازول ده برضه يحصل له عمليه الايه؟ الكونجوجيشن، تمام. يبقى يا شباب دلوقتي لما اجيب لك اي مركب سواء اخدته ولا ما اخدتوش واقول لك فيز 2 احط لك فيه كربوكسيليك اسيد جروب، يبقى على طول من غير ما تفكر او اتش جروب هحسبها لك صح، يعني السلفيت ده ممكن تحصل على الاو اتش سواء كانت الكوليك او فينوليك، سيادتك عملتها لي جلوكورونيديشن هعملها لك صح، لانه جلوكورونيشن ده هو الموست كومن، هو اللي موجود، هو الشائع، عملتها لي بالسلفيت يبقى ما فيش مشكله، يعني الموضوع ما هوش مستاهل الاستغراب وتقول طب ده هواي ومش هواي والكلام ده ولا الامور صعب، صعبه ايه؟
طيب عندي هنا في السلفيت كونجوجيشن، خلصنا احنا كده، خلصنا الكلورينيديشن، السلفيت الاس تو او 4 مجموعه السلفيت. زي ما قلت لك السلفيت ده بقى بعكس بقى الجلوكورونيك اسيد، قلت لك مال الدنيا جلوكوز وبيحصل له اوكسيديشن. الراجل ده السلفيت ده قليل قوي نسبته قليل، الراجل ده بيعمل لي عمليه ميتابوليزم او كونجوجيشن للاندوجينس كومباوند زي الاستيرويد وزي الهيبارين وزي الكاتيكولامين وزي الثيروكسين، ثيرويد هرمون خدناه في الكورس الاولاني. الراجل ده الانزيم بتاعه بقى اهم شيء عندي في الموضوع ده اسمه ايه؟ سلفو ترانسفيريز. فالانزيم ده لازم تكتبه لي في فيز 2 ده، ما ينفعش بقى ما تكتبش ليه انزيم ولا تقعد تالف لي. سلفو ترانسفيريز. الثاني كان اسمه يو دي بي جلوكورونايل ترانسفيريز، ما كلهم ترانسفيريز ليه؟ لانه بنقل لي الحاجه اللي بعمل بيها كونجوجيشن تروح تمسك لي في الدراج بتاعي اللي هو السبستريت اللي هو الزينوبيوتيك ايجنت. الكلام ده بيتم على مين يا شباب بقى؟ السلفيت كونجوجيشن ده على الفينول. مين اللي على الفينول؟ مين اللي على الفينول؟ يعني ما تجيبش كربوكسيليك اسيد وتقول لي اروح افعلها مع اعمل لها سلفيت كونجوجيشن. يبقى مين اللي الراجل ده مع الفينول؟ فينول تعمله كونجوجيشن مع الجلوكورونيديشن مفيش مشكله، انما كربوكسيليك اسيد ما تعملش ليه مع السلفيت. الالكول، الاروماتيك امين، الان هيدروكسيل امين نفس الكلام. السلفيت ده لوحده كده لازم اعمل له بايو اكتيفيشن. معناه اعمل له بايو اكتيفيشن ازاي يا شباب؟ بايو اكتيفيشن ازاي؟ اربطه مع ايه؟ مع انزيم ولا كو انزيم عشان اعمل له بايو اكتيفيشن؟ الناس ترد عليا. افعله يبقى اربطه مع كو انزيم. الكو انزيم بتاع الراجل ده اسمه فوسفو ادينوزين فوسفو صلفيت. الراجل ده الصلفيت ده عملت له كونجوجيشن الاول مع دان الادينوزين 5 فوسفو صلفيت اللي هو حاجه اسمها الابس، هيتحول الى البابس. البابس ده هو اهم حاجه عندي، اسمه ايه من الاختصار بتاعه ده؟ فوسفو ادينوزين فوسفو صلفيت، 3 فوسفو ادينوزين 5 فوسفو صلفيت. زي ما انتم عارفين الادينين ديت عباره عن نيتروجينس بيز، وده الجلوكوز برضه وده الفوسفيت برضه، عشان كده اسمه ادينوزين وده الفوسفو نتيجه ان انا عندي فوسفيت. يبقى فوس 3 فوسفو ادينوزين 5 فوسفيت فوسفو صلفيت اللي هو اختصاره بابس. يبقى البابس ده هو ده الكو انزيم اللي ماسك لي مين في الصلفيت، اللي ماسك لي في مين في الصلفيت. يبقى انا عندي الراجل النيوكلوفايل اللي عند المركب بتاع اللي هو الاكسبتور ده، المركب بتاع ده اللي هو الار اكس ار ار اكس اتش. الاكس ديت هي عباره عن السنتر بتاع النيوكلوفيليست. الاكس ديت هتروح تعمل اتاك على مين يا شباب؟ على الاو ولا على الاس ولا مش هتعمل اتاك؟ يبقى السلفيت اللي هو متصل بالبابس ده، بابس فوسفو ادينوزين فوسفو صلفيت او اختصار بتاعها لا تنساه يا اخي، 3 فوسفو ادينوزين 3 فوسفو صلفيت بابس. يبقى الراجل اللي عندي ده من السنتر، الراجل ده اللي عندي ده احنا اتفقنا ان ده نيكلوفايل وبيحصل نيكلوفيليك سبستيوشن رياكشن. الراجل ده انهي اتوم هيعمل عليها الاتاك؟ اللون بير اللي موجود على الاكس ديت او النيجاتيف تشارج. الرسمه ديت هي من السلايد دي كلها، هي ديت تبارك اللي تعرفها لي، اللي هي الاكتيفيتد كو انزيم زي ما اتفقنا من الاول، اكتيفيتد كو انزيم. كل اللي فوق ده ماليش دعوه، واهم حاجه عندي الاكتيفيت الكو انزايم ده. مين اللي فيه يا شباب اللي هو الكتروفيلك في المركب ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. بقيه الناس مش النيوكلوفايل هروح يعمل اتاك على الكتروفايل؟ اين النيوكلوفايل في هذا؟ مش قلت لك الحاجه اللي ماسكه فيه الكو انزايم ديت عباره عن الكتروفايل؟ والكو انزيم هيخرج لي بعد التفاعل، هيخرج لي از جود ليفنج جروب. يبقى من انهي اتوم هنا؟ الاكسجين ديت هتبقى الكتروفايل، السلفر ولا الاو ولا مين؟ مين اللي بتسحب منه الكترونات يا شباب هنا؟ ده انتوا شكلكم ما خدتوش عضويه في حياتكم. احنا كنا بنهرج بقى. مع السلفر. مع السلفر.
السلفر اتوم اللي موجودة عندي مع السلفر بتفكروني بحاجة. واحد كان في عزا بيعزي يعني في قراءة فاتحة زي عندكم كده بيعزي، او بيقولوا له، فكان بيضحك في العزا بتاع الميت، بيقول له: انت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ قال لهم: لا، جاي اهرج. فاحنا بالظبط، هو احنا كنا بندي اورجانيك ولا كنا جايين نهرج؟ احنا كده شكلنا كنا بنهرج، ما كناش بندي اورجانيك. انا عندك السلفر ديت بتسحب وديت بتسحب وديت بتسحب وديت بتسحب، استغفر الله العظيم، يعني حاجه بهدله 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 سودة. لما اقول مين اللي عليه، مين الالكتروفايل ديت، عايزه تفكير. استغفر الله العظيم، انتوا مالكم ليه يا شباب كده؟ قلبتوا على سنه اولى ليه كده؟ يبقى الراجل ده وقلت لك الجزء ده من الكوانزايم بيطلع لي از جود ليفنج جروب. في اول ما رسمت اول رسمه جود ليفنج جروب، يعني ايه؟ يعني هياخد الاسره اللي بينه. يا هيام الكلام ده، احنا كنا شارحينه في سنه اولى، كنا حضوري وجها لوجه فيس تو فيس. ما علينا، بلاش نتكلم في الماضي عشان الماضي كان كله جراح. طيب، يبقى الراجل ده الاو ديت من الجزء بتاع اللي هو الفوسفو ادينوزين ده، فوسفو سلفات، هيسيب السلفيت، هيسيب الجزء ده. يبقى الراجل ده الاكس اللي عليها نيجاتيف تشارج تروح تعمل اتاك على السلفر هذه، ودي تخرج از جود ليفنج جروب، يعني تاخد الاثر اللي بينها وبين الاو، بين السلفر. يبقى الاو دي يا شباب عليها نيجاتيف تشارج، هتتحول الى او اتش. من اين لها هذا الاتش يا شباب؟ الاتش هيجي لها منين؟ ردوا عليا، الاتش هيجي لها منين؟ هديلها منين يا شباب؟ مش او عليها نيجاتيف تشارج اسمها اوكسايد، هتتحول الى او اتش. من اين ياتي لها الاتش؟ من الدراج، تمام، زهراء فلاح، تمام، من الاكس اللي الاتش ديت. طب والاتش دي خرجت ليه؟ قلت لك، لام الاكس عليها لون بير او نيجاتيف تشارج لما عملت نيوكلوفيليك اتاك وحصل نيوكلوفيليك سبستيتيوشن. مش احنا ده الدراج بتاعي دخل وخرج ده، يبقى اسمه نيوكلوفيليك سبستيتيوشن، استبدال نيوكلوفيلي، استبدال نيوكلوفيلي. يبقى الراجل ده لما عمل اتاك باللون بير اللي عليه او نيجاتيف تشارج، بقى عليه شحنه موجبه لانه عمل اسره مع الاس، هيعوضها منين؟ يفقد الهيدروجين اللي جنبه ده از بروتون. لما طلع اتش موجب هيلاقي الاو ديت عليها نيجاتيف تشارج، يروح عامل بروتونيشن عليها وتتحول الى او اتش. ودي الليفنج جروب. ما اي ليفنج جروب لازم بتخرج على هيئه انايون عليها نيجاتيف تشارج. ليفنج جروب يعني بتاخد الاسره معاها وتمشي، تاخد الاسره وتمشي، زي الكلورايد، زي الايودايد، زي اي حاجه قلناها في الالكايل هالايد. احنا عارفين، انا بكلمك في التفاصيل عشان تبقى فاهم، مش قاعد ترص وتحفظ وخلاص. وانا بشوف ناس كتير على اليوتيوب في الكلام ده، انا يعني الكلام ده كله على طول، ده مع ده ودالنا ده وعدي، ده مع ده ودالنا ده وعدي، ده ايه اللي انت استفدته؟ فكنت انت تقعده مع نفسك وتقراه وخلاص. ما علينا، عندي حاجه زي الالفا ميسايل دوبا اللي قدامي ده يا شباب. الالفا ميسايل ده، الفا ميسايل دوبا ده موجود في السوق، ده عقار انت هايبر تنسيف درج اللي هو الالدوميت ده، بيستخدم خصوصا للناس الحوامل اللي عندهم الهايبر تنشن، ناس اللي هم البريجننت اللي عندهم هايبر تنشن، استخدم الالفا ميسايل دوبا، موجود في صوره حاجه اسمها الالدوميت. الفا ميسايل دوبا، الفا ميسايل دوبا اللي هو الانت هايبر تنسيف درج ده البريجننت ده، بيستخدم مع الحوامل ده. الراجل ده انا عندي، قلت لك بقى ده اللي هو السبستريت بتاعي، ده الراجل اللي عليه اللون بير من الالكترون اهو. قلت لك عند السلفيت خصوصا، السلفيت خصوصا مين لي، لما تلاقي او اتش يبقى فيها سلفيت، مفيش يعني امينو جروب مش عارف، بس التانيين الامينو جروب والان اتش اللي هي السكندري امين، مين لي على مين يا شباب؟ والالكوهوليك مين لي على مين؟ مين لي على الجلوكورونيديشن، لان الجلوكورونايد او الجلوكورونيك اسيد مال الجسم، فده الموست كومون يعني. انما عندي لما اقول لك هنا مع الراجل ده، قلت لك انا عندي سلفيت كونجوجيشن، يبقى تكتب لي بقى الايه، الكو انزايم اللي احنا قلنا عليه، وتكتب لي مين اللي هو الايه، اللي هو الانزايم نفسه زي ما اتفقنا. يبقى الراجل ده في البوزيشن رقم 3، لان دي 1 2 3، ده اللي هو الالفا ميسايل دوبا 1 2 3. يبقى هنا في البوزيشن ده ممكن يحصل لي سلفيشن كونجوجيت. طب الكربوكسيليك اسيد جروب ده لو قلت لك فيس 2 يا شباب تقول لي ايه؟ في كذا حاجه عندك، فانكشن جروب كتيره، كربوكسيليك اسيد CoOH
تمام، يوردين دايفوسفيت اللي هو جلوكورونيك اسيد، يبقى جلوكورونيديشن. الامينو جروب نفس الكلام، الامينو جروب ممكن يحصل لها سلفيشن، ممكن يحصل لها جلوكورونيديشن. لا يا زهراء، انا الاستراكشرات ده هرسمها لك وانت تعملي لي بس الميتابوليزم هيحصل ازاي، هرسمها لك انا، انا مش عايز اتعبكم برخصتكم انتوا في الموضوع ده. عندي ده يا شباب السالبيوتامول، السالبيوتامول او الالبيوترول، ده البيوترول ده باليو اس اي، سالبيوتامول ده بقى بالبريتش فارماكوبي. ما علينا، الراجل ده السالبيوتامول اللي خدناه ده، سالبيوتامول ده، الراجل السالبيوتامول ده لو قلت فيز 1 ينفع يتم عليه، ينفع يتم عليه اوكسيداتيف دي الكايليشن. الراجل ده التيرشري بيوتايل جروب دي يا شباب، لما قلت لك البوكت بتاع السالبيوتامول كبير لازم نكبره، الراجل ده التيرشر بيوتايل جروب دي اسمها تيرشر بيوتايل جروب، ينفع يحصل عليها اوكسيداتيف دي الكايليشن بالفيز 1، ينفع ولا ما ينفعش؟ اوكسيداتيف دي الكايليشن ما ينفع، ما ينفع تمام. ليه؟ لان ماكو الفا كربون على الفا هيدروجين، دي الالفا كربون اللي موجوده عندي، ما ينفعش يحصل على الفا هيدروجين. انما ممكن ايه اللي يحصل عندي بقى في السالبيوتامول؟ ايه اللي ممكن يحصل عندي يا شباب؟ ان الكربون اللي عندي ديت برضو الفا، ده تتحول الى ايه؟ سي اتش 2 تتحول الى سي اتش او اتش. اهو كاربينول، يحصل عمليه ري ارينجمنت، ديت هتيجي هنا. يبقى الاتش خرجت بروتون وده وديت خرجت عندي. يبقى ديت هتحول ال ان اتش ل ان اتش 2. والدان هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدهايد، واللي فوق ده عبارة عن الدهايد. من غير ما تحفظ، من غير ما تحفظ يا عزيزي والله. هنا حصل يا شباب في الالفا مصير دوب حصل في البوزيشن رقم 3 ده، مع ان 3 زي 4 اللي هم الكاتيكولامين. الكاتيكول ديت بقول عليهم كاتيكولامين لان انا في عندي كاتيكول وفي عندي امينو جروب. الكاتيكول هي بنزين ومتصل بقى في البوزيشن 3 و4 الارسل بعض 2 او اتش جروب فينول. التفاعل ده بقول عليه ستيريو سبيسيفيك، ستيريو سبيسيفيك يعني ايه ستيريو سبيسيفيك؟ يعني تفاعل لي مع بوزيشن واحد وما تفاعلش مع الثاني. يعني لما يجي هنا الراجل اللي هو الكو انزايم اللي حاملهم، الراجل الانزيم الترانسفيريز، ويجي يعمل له سلفيشن على الراجل ده، الستيريو سبيسيفيك رياكشن يتم لي على البوزيشن رقم 3 وما يتمش ليه على البوزيشن رقم ايه؟ رقم 4، لان الاورينتيشن بتاعه هيكون سهل يحصل لي في 3 وما يحصلش فين؟ في البوزيشن رقم 4. هو السؤال اللي بيطرح نفسه، مالي 3 زي 4 ديت او اتش وديت او اتش والاثنين فينولك، بقول عليهم كاتيجوري. ماشي يا شباب، في التفاعل ده بقول عليه ستيريو سبيسيفيك رياكشن، ستيريو سبيسيفيك رياكشن يعني يتفاعل على بوزيشن وما يتفاعلش مع البوزيشن الايه؟ البوزيشن الاخر. السالبيوتامول هنا شوف، السالبيوتامول مش السالبيوتامول عباره عن ديت ميثايل سي اتش 2 او اتش هيدروكسي ميثايل جروب. هنا اتفاعل لي مع مين يا شباب دلوقتي؟ هنا برضو بقول عليه ستيريو سبيسيفيك، اتفاعل لي مع البوزيشن رقم كام؟ 1 2 3 4. في السالبيوتامول اتفاعل لي مع البوزيشن رقم كام يا شباب؟ 3 ولا 4؟ البوزيشن رقم كام؟ رقم 4. انما عندي هنا في الالفا ميثايل دوب اتفاعل على البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. طيب نيجي بعد كده الكونجوجيشن مع الجلايسين والجلوتامين، نفس الكلام في الحاله دي لما قلت لك في الاول يا شباب، الحاله ديت لما قلت لك مع في الاول، في حاله الجلايسين والجلوتامين دولت عباره عن امينو اسيد. الامينو اسيد يعني عندي هنا ان اتش 2 وعندي هنا بريدج اللي هو الار وعندي هنا سي او او اتش. يبقى الراجل ده قلت لك ده هيشتغل از نيوكلوفايل ولا هيشتغل از الكتروفايل؟ الراجل اللي قدامي ده سواء جلوتامين او جلايسين وبيختلفوا في الار بس. طبعا الجلايسين الار ديت عباره عن هيدروجين. الراجل ده هيشتغل، انا شرح الكلام ده في اول المحاضره ديت، هيشتغل از نيوكلوفايل ولا الكتروفايل؟ ان اتش 2 وكربوكسيليك اسيد جروب ده موجود عند امينو اسيد في الجسم. الراجل ده اما اربطه مع السبستريت او الدراج بتاعي
مين اللي هيبقى الكتروفيل ومين النكروفيل في الحالة دي؟ الراجل ده يعني الامينو جروب والكربوكسيليك اسيد جروب دي يا شباب نيكلوفايل ولا الكتروفايل؟ يا شباب الامينو جروب عليها لون بيرمن الالكترون، الكربوكسيليك اسيد جروب الاو عليها نيجاتيف تشارج، يبقى ده نيكلوفايل ولا الكتروفايل؟ عبارة عن نيكلوفايل، عبارة عن نيكلوفايل. يبقى معنى ذلك أنا لما كنت بعمل اكتيفيشن بالكو انزيم بعمل بايو اكتيفيشن، يبقى هعمل بايو اكتيفيشن لمين؟ اللي هيشتغل لي الكتروفايل، في الحالة دي مين اللي هيشتغل لي الكتروفايل؟ الدراج بتاعي ولا الجلايسين ولا الجلوتامين؟ انا خلاص عرفت ان ده نيوكلوفايل يا شباب، ده نيوكلوفايل، ده نيوكلوفايل. يبقى اكيد 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 اللي هيروح يتفاعل مع الدراج بتاعي لازم يكون فيه، يكون شغال على هيئه الكتروفايل، شغال على هيئه الكتروفايل. الالكتروفايل ده اللي هو الدراج بتاعي ده، اللي هو السبستريت ده، اللي هو الزينوبيوتيك ايجنت ده، هعمل له اكتيفيشن ازاي؟ يبقى اعمل له عمليه ايه؟ يبقى الدراج بتاعي اعمل له كومبلكسيشن مع اللي هو الاسايل او الاسيتايل كو ايه، الاسايل او الاسيتايل كو ايه. يبقى معنى ذلك الدراج بتاعي هيكون على هيئه الكتروفايل، المكان بتاعه هيبقى على هيئه الكتروفايل بالظبط. الاكتيفيشن بتاعه مع الكو انزيم، ما الكو انزيم في الحاله دي بقى بتاعت الجلايسين والجلوتامين اللي هم الامينو اسيد، هعمل بهم كونجوجيت في الحاله ديت بقى، مش هم دول هيبقى اعمل لهم بايو اكتيفيشن مع الكو انزيم. منين؟ الكو انزيم عايز حاجه تبقى ماسك فيها ايه؟ الكترو ايه؟ الكتروفيلك. ففي الحاله ديت هيمسك لي مع مين؟ مع الدراج بتاعي. مع الدراج بتاعي. يبقى بالتالي الكو انزيم لما يجي يمسك لي مع الدراج بتاعه وليكن كربوكسيليك اسيد، يبقى اكيد اكيد هيشتغل على هيئه السايل كو ايه؟ الاو اتش ديت هتخرج، الاو اتش هتخرج عندي. ويمسك فيها مين؟ ويمسك في السي دبل بوند او ديت الكو انزيم اللي موجود عندي. فانا عندي في الحاله دي يا شباب الانزيم اللي عندي اسمه جلايسين او جلوتامين ان اسايل ترانسفيريز انزيم، ان اسايل او ان اسيتايل ترانسفيريز انزيم. يبقى معنى ذلك الدراج بتاعي هاخد منه الاسيتايل جروب، هعمل بقى عمليه اسيتايليشن على مين؟ على الجلايسين او الجلوتامين. يبقى الدراج بتاعي الكربوكسيليك اسيد سبستريت ده الدراج بتاعي عامل له عمليه اكتيفيشن مع الاي تي بي والكو ايه، كو انزيم ايه، عشان اكون الاسايل كو انزيم ايه، مش الكربوكسيليك اسيد ار سي دبل بوند او او اتش. هطلع الاو اتش بقى اللي بقى عندي ده اسمها مجموعه اسايل، عشان كده عشان اكون الاسايل كو ايه كومبلكس. يبقى الاسايل دي جايه منين؟ جايه من الكربوكسيليك اسيد اللي هو الدواء بتاعي اللي موجود فيه كربوكسيليك اسيد جروب. وعرفنا يبقى احنا عرفنا كده الكو انزيم وعرفنا الانزيم اسمه ايه، ده اهم شيء عندي. عندي ده الفينايل اسيتيك اسيد، فينايل اسيتيك اسيد. سيبك برضو من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله. انا عند الراجل ده فينايل اسيتيك اسيد ده اهم حاجه عندي، قلت لك هو ده اللي هيحصل له عمليه البايو اكتيفيشن، يتحد لي مع الكو انزيم. يبقى الكو انزيم هيطير لمين؟ الاو اتش، وامسكه والسي دبل بوند او ديت اللي هي كده اسمها السايل جروب، دي كده اسمها السايل جروب، كان دي كلها ار بنزايل ديت ار سي دبل بوند او، وهمسكها مين مع شباب؟ مع هيبقى عندي كو انزيم اس اتش، هيبقى عندي اهو ادي المركب بتاعي حلقه بنزين سي اتش 2 سي او، الاو اتش خلاص طارت عندي، وامسكه مع مين؟ مع الاس كو ايه. هو ده الايه؟ هو ده البايو اكتيفيشن بتاعه، هو ده الكو انزيم اللي ماسك فيه الاس كو ايه. يبقى عندي الدراج بتاعي لو قلت لك عندي جلايسين او الجلوتامين كونجوجيشن، يبقى سيادتك الكربوكسيليك اسيد هتخرج علشان الراجل ده يحصل له كونجوجيشن مع الكو انزيم، والكو انزيم عنده اسمه السايل كو اي انترميديت، السايل كو اي انترميديت عباره عن ايه؟ اس كو اي، اس كو انزيم ايه،
وهنا البودل ايه وده الاسايل، يبقى اسايل اس كو اي ده عباره عن الايه، عباره عن الاكتف انترميديت اللي موجود عندي. اجي بعد كده اللي قدامي ده اسمه ايه يا شباب؟ الامينو اسيد ده اسمه ايه؟ اللي عليه الدايره ده اسمه ايه؟ لو ديت عباره عن اتش، لو الار ديت اتش يبقى اسمه ايه؟ ان اتش 2 سي اتش 2 سي او اتش. اسمه ايه يا شباب؟ اسمه جلايسين. طب لو الار ديت عباره عن سي اتش 2 سي اتش 2 سي او ان اتش 2، يبقى الراجل ده هيت الار ديت لو عباره عن سي اتش 2 سي اتش 2 سي او ان اتش 2 اسمه الجلوتامين، جلوتامين. يبقى انا عندي الدراج بتاعي اهو يا شباب هيمسك لي في الراجل ده. انا عندي هنا السي دبل بوند او، السي دبل بوند او، مين اللي هيروح يهاجم عليها يا شباب؟ مين اللي هيروح يهاجم عليها؟ الكربوكسيليك اسيد جروب ولا الان اتش 2 جروب؟ وده اللي موجودين عندي في الجلايسين او الجلوتامين، مين اللي هيشتغل از نيوكلوفايل؟ دلوقتي قلت لك الدراج بتاع السي دبل بوند او ديت عاديه عليها بارشال بوزيتيف تشارج، بوزيتيف تشارج، الاس بتسحب منها، الراجل ده هيخرج از جود ليفنج جروب. يبقى تمام نازلين الان اتش 2، الان اتش 2 يا شباب ديت النيوكلوفايل، نيوكلوفيلك سبستيوشن رياكشن، نيوكلوفايل ان عليها لون بير هتروح تهاجم الالكتروفيلك كربون. لما حصل اتاك هنا الكربون دي بقى حواليها 5 بوند، يبقى لازم الجزء ده هيخرج از جود ليفنج جروب اللي هو الاس كو اي. اهم حاجه عند الاستراكشر ده الاس كو اي، يبقى خلاه على هيئه اسايل. يبقى في الحاله ديت لما ده خرج هيتبقى عندي مين؟ الان لما عملت اتاك الاتش ديت هتخرج منها از بروتون عشان تعوض اللون بير من الالكترون زي ما اتكلمنا. الاتش البروتون هروح تمسك لي في مين؟ في السلفر تتحول الى اس اتش، او خرج عندي او كو اي اس اتش، او كو اي اس اتش، ده اللي خرج عندي. هيتبقى عندي مين الراجل ده؟ هشبك بقى في السي دبل بوند او مين يا شباب؟ هشبك فيها ان اتش وبقيت مين؟ وبقيت الامينو اسيد اهو، هذا المركب بتاعي اهو الحته اللي خدتها منه الحته دي وشبكتها في مين؟ في الاس كو اي. بعد كده راح اتفاعل لي مع مين؟ اتفاعل لي مع الجلايسين او الجلوتامين اللي هو الامينو اسيد اللي موجود عندي، اللي موجود عندي في الجسم، بس طبعا نسبته مش كبيره زي الجلوكورونيك اسيد. انما لو قلت لك عندي جلايسين والجلوتامين او جلايسين كونجوجيشن هتمشي باللي انا بقول عليه ده. تعرف لي اهم حاجه هذا، وهذا الرسمه بتاعت الجلايسين انت عارفها او الجلوتامين. وتربطهم في بعض، عملت عمليه اسايليشن، اسايليشن رياكشن. ادي الاسايل جروب اهيت ار سي دبل بوند او. وده عندي ان اتش وبقيه الايه؟ بقيه الامينو اسيد اللي موجود عندي ده الامينو اسيد. لان عملت نيكلوفيليك اتاك، نيكلوفيليك سبستيوشن بقى لها بص في تشارج هتعوضها من ان تخرج الهيدروجين از بروتون. البروتون اللي خرج منه هيلاقي مين اللي عليه شحنه سالبه؟ الاس اللي خرج الاثر اللي بينه وبين الكربون هذا اللي خرجت از جود ليفنج جروب، عشان كده الاس كو اي اتحولت الى كو اي اس اتش. يبقى في الحاله ديت بعمل بايو اكتيفيشن لمين يا شباب؟ للسبستريت، هو اللي بيكون عندي الكتروفيليك. بعد كده عندي الجلوتاسيون اللي قلت لك عليها اللي ربنا خالقها وحابينا بها ديت، او اسمها ميركابتو اسيتيك، ميركابتو يوريك اسيد، الجلوتاسيون او ميركابتو يوريك اسيد، ميركابتو يوريك اسيد كونجوجيت. قلت لك الناس ديت اي حاجه عليها نيجاتيف تشارج، حاجه الكتروفايل، حاجه الكتروفايل. احنا مبدئيا كل الحاجات اللي استخدمناها لغايه دلوقتي سواء جلوكورونيديشن سواء سلفيشن سواء اللي فات ده كنت بستخدم فيه عمليه اللي لازم كو انزيم اكتيفيشن، سواء كان للكونجوجيت اللي هو موجود في الجسم اللي عامل عمليه الكونجوجيشن او زي عمليه الكونجوجيشن مع الامينو اسيد. في حاله الامينو اسيد ديت الدراج بتاعي هو اللي عملت له ارتباط مع الكو انزيم، ارتباط مع الكو انزيم. طيب في الحاله ديت انا عندي هنا ما فيش كو انزيم زي ما شرحت في الاول، ولا يحزنون. الراجل ده عشان اي حاجه توكسيك، اي حاجه توكسين داخله، فبالتالي فيها اي حاجه الكتروفيل الجروب يوم الراجل ده عامل لها ترابنج، عامل لها ابستراكت، ماسكها يوم خاطفها على طول عشان يمنع الايه؟ يمنع التوكسيستي بتاعتها. موجود بنسبه كبيره جدا في الايه؟ في الجسم اللي هو الايه؟ الجلوتاسيون اللي موجود عندي ده. النتيجه ما دام دي موجوده كده الاس اتش، يبقى هي الاس اتش جروب ديت اللي موجوده عندي. وزي ما اخدته في الامينو اسيد في البايو كيمستري طبعا الحاجه، وشرحنا في الكورس الاولاني السيستاين ده هو اللي بيحتوي على ايه يا شباب؟ على الاس اتش جروب، سلفر كونتيننج امينو اسيد.
يبقى الراجل ده بيشتغل از ديتوكسيفاينج ايجنت، بيعمل لي عمليه ديتوكسيفيكيشن. المسؤول الاساسي عنها موضوع مين يا شباب؟ اللي هو الجلوتاسيون. فالجلوتاسيون ده بيشتغل از الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ اس وعليها لون بير، وقلت الكلام ده في الاول، يبقى عباره عن سترونج نيوكلوفيل جروب. يبقى الراجل ده هيروح يتحد لي مع مين؟ اي حاجه شارده ولا ورده عليها بوستفيت شارج. زي ما قلت عند في الايبوكسايد لما بيتفتح يحصل له رينج اوبننج، الكربون بيكون عليها كومبليت بوستفيت شارج هايلي الكتروفيلك. تقوم ما شاء الله ماشيه لي بقى قاعده تخبط تمسك اي حاجه عندك في جسمك، بروتينز تمسك فيها، امينو اسيد، ار ان اي يمسك فيها، دي ان اي تمسك فيها، ما شاء الله تقعد لها اسبوع تجيب اجلنا نقرا الفاتحه بعد كده. ويقول لك جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ تقول له برضه جاي اهرج. ماشي يا شباب؟ يبقى الراجل ده هيعمل لي يبقى كارسينوجينيك، تراتوجينيك، ميوتاجينيك، كل المصايب الدنيا كلها موجوده، لان الماكرو موليكول اللي موجوده في الجسم يا اخ مرتبطه الدي ان اي والار ان اي، موجود في النيتروجينس بيزس اللي هي اللي هو البيورين والبايريميدين، كلها عباره نيتروجين عليها لون بير من الالكترون نيوكلوفايل. احنا بسم الله ما شاء الله قاعدين نشرح، اقسم بالله احنا بنشرح في كميه سنه اولى الكتروفايل ونيوكلوفايل. ما علينا. ومرتضى محسسني ان انا قاعد اجلده كل شويه، هواي كان شويه مرتضى قاعد يقول لي احد احد. يبقى نيوكلوفيليك اس اتش هتروح تعمل اتاك على اي حاجه الكتروفايل وتخلصنا منها، ودي نعمه من نعم ربنا. عندك اي حاجه نيوكلوفايل يا اخ مرتضى؟ اهو النيوكلوفايل اللي عندي مين؟ الجلوتاسيون. عندي بقى عندي اس اتش 2 متصله بهالوجين. الار ديت عباره عن الكايل جروب، عندي سي اتش 2 متصله بهالوجين. الهالوجين ده ممكن يكون ايه؟ برومو، كلورو، ايودو، سلفونيت، سلفيت، فوسفيت، داي الكايل، اي حاجه جود ليفنج جروب. جود ليفنج جروب. الار ديت الكايل، ارايل يعني حلقه بنزين، بنزيلك يعني حلقه بنزين وفيها سي اتش 2. أليلك، أليلك دي يعني إيه؟ يعني أليفاتك دبل بوند، وفي عندنا دبل بوند أو ثلاثة كربون، والكربون دي بقول عليها أليلك، مش كنا بنقول أليلك أوكسيديشن؟ في الداي هيدرو كانابينول، الراجل ده اللي هو اللي عبارة عن المخدر ده اللي شرحناه في المحاضرة اللي قبل اللي هي الأولانية في الميتابوليزم. كان عندي أليلك بوزيشن، الأليلك بوزيشن ده بيحصل له عملية الأوكسيديشن، ده كلمة اللايل. ودولت اللي تحت الاكس دولت اللي هم جود ليفنج جروب. مش قلت لك اي حاجه عندي، اي حاجه عندي موجوده؟ يبقى ده الراجل النيوكلوفايل بتاعي، ده النيوكلوفايل بتاعي. يبقى الدواء بتاعي، الدواء بتاعي اللي موجود عندي او الدراج او التوكسين اللي ربنا اللي هو جايه عشان الجلوتاسيون يخلصنا منه يعمل ديتوكسيفيكيشن، هيكون عباره عن كربون وعليها شحنه موجبه. زي ما قلت لك اخونا ده اللي هو الايبوكسايد الاوكزيران، كربون وعليها شحنه موجبه. اي حاجه خدتها الالكاي كلور هالوجينيتنج ايجنت، الكربون اللي ماسكه في الهالوجين ديت عباره عن ايه؟ عباره عن سترونج كوفيلنت بوند، والاكس بتسحب هاي الالكترو نيجاتيف، الكربون دي عليها بارشال بوست في تشارج. لو سبتها كده شارده وورده هتروح تبهدل الدنيا في الماكرو مولكيولز الامينو اسيد والبروتين والدي ان اي والار ان اي والكلام ده كله. نخلص منها ازاي؟ تعالى يا عم الجلوتاسيون باللون بير اللي موجودين على الاس هو ده اللي يقوم ماسك لي فين؟ ماسك لي ما وعامل لي عليها توكسيفيكيشن، وقوم مخرجها از جود ليفنج از جود ليفنج جروب. الاكس ديت برومو كلورو ايودو صرف، كل ديت عباره عن ايه؟ ديت بتخرج از جود ليفنج جروب. اهو الاكس خرج، هياخد الاتش منين يا شباب؟ الاتش دي جات له منين؟ للاكس ها؟ جات له منين؟ من الجلوتاسيون ولا جات له منين؟ ولا جات له من الناس اللي تحت دولت؟ جات له منين يا شباب؟ الاتش ديت الاكس بقت اتش اكس منين؟ الاتش جات للاكس دي منين يا شباب؟ من الاس اتش بتاعت الجلوتاسيون، من الاس اتش بتاعت الجلوتاسيون، مش ده عمل نيكروفيليك اتاك باللون بير اللي عليه؟ بقى عليه شحنه موجبه، الاس هيعوضها منين؟ يفقد هذا الهيدروجين الحقير از بروتون. الاتش خرجت از بروتون، لا الاكس ديت عليها ايه؟ الاكس ديت عليها شحنه سالبه. جود ليفنج جروب اتحول الى اتش اكس. ده يا شباب عباره ده اللي هو الجلوتاسيون. يبقى انا عندي الجلوتاسيون الانزيم، يبقى في حاله الجلوتاسيون لما اقول لك الكو انزيم تبقى انت راجل هندي لو قلت لي في كو انزيم، مفيش كو انزيم. في
في حالة الجلوتاثيون الميركابتو يوريك اسيد كونجوجيت او الجلوتاثيون ماكو كو انزايم، لان ربنا خلقه على طول سريع يمسك على طول يمسكه، ما يستناش ان هو يرتبط له بحاجه عشان يعمل لها بايو اكتيفيشن، لا ماكو على طول، ماكو كو انزايم في حاله الجلوتاثيون كونجوجيت او الميركابتو يوريك اسيد كونجوجيت، هذا هو الجلوتاثيون الاستراكشر بتاعه عباره عن جلايسين متصل مع سيستين متصل مع الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت، جلوتاميت لان ديت الجلوتاميت ليه؟ لان الاو ديت هيبقى عليها نيجاتيف تشارج بتطلع الهيدروجين يتحول ال ان اتش 2 ديت الى ان اتش 3 بقى عليها بوزيتيف تشارج، عشان كده بقول عليه جلوتاميت، جلوتاميت. يبقى الجلوتاثيون ده الاستراكشر بتاعه. اهم ما يعنيني بقى اللي هو الاس اتش ديت، يعني الجي ديت بتاعت الجلوتاثيون هي عباره عن ايه؟ الجي ديت عباره عن ايه؟ كل هذا الاستراكشر، كل هذا الاستراكشر اللي موجود قدامي ده، كل هذا الاستراكشر وادي الاس اتش. يبقى الجي اخ مرتضى الجلوتاثيون هي عباره عن كل البتاع اللي قدامك ده، سيستين مرتبط مع الجلايسين مرتبط مع الجلوتامين. زي ما قلت لك اي حاجه هيدروفيلك، اي حاجه قلت لك الكتروفيلك عليها شحنه موجبه هروح لها مين؟ هروح لها مين يا شباب؟ الجلوتاثيون جي اس اتش. يبقى تمنعني من الراجل ده يروح يرتبط لي مع اي حاجه موجوده في الجسم النيوكلوفيلك زي الامينو اسيد دي ان ايه والار ان ايه، ويعمل لي المصايب السوداء اللي احنا ذكرناها دي كلها. الايبوكسيديشن ده الايبوكسايد ده مصيبه، اللي هو الاوكزيران ربنا يعافينا منه. بعد كده يا شباب خلاص ما عادش قدامنا الا اثنين سلايد، الاسيتايليشن. الاسيتايليشن اسيتايليشن يعني في عند الراجل ده اعمل له عمليه الاسيتايليشن ليه؟ ال NH2 جروب بعمل عليها عمليه اسيتايليشن. دي بقول عليها N1 ليه؟ لان ال N ديت N1 لان دي ماسكه في الكربون رقم واحد، بنسب هنا للسلفونامايد. الراجل ده اسمه ايه؟ سلفانيلامايد، اول انتي بايوتيك ظهر في الدنيا والله، وكلمناه في اول الدراج ديزاين كلامنا الكلام ده قبل كده. الراجل ده 1 2 3 4 عشان كده بقول عليها N4، ديت N1 اللي ماسكه عند ديت بتاعه السلفونامايد SO2 NH2، معلش ده اسمه سلفانيلامايد. الراجل ده بيحصل له عليه عمليه الايه؟ عمليه الاسيتايليشن، عمليه الاسيتايليشن بحيث يتحول لي الى ان اكتف او نون توكسيك، ان اكتف او نون توكسيك. لما اعمل عمليه اسيتايليشن يا شباب على ال ان اتش 2 سواء الفري ان اتش 2 اللي هي الاروماتيك امين ديت او بتاعه السلفونامايد، الراجل ده هيديني مركب مور بولر ولا يخلصني من المركب بتاعه الدراج بتاعه يعمل له عمليه ترمينيشن ويضيع لي الفارماكولوجيكال افكت بتاعه؟ هل ده بيزود البولاريتي لما اعمل عمليه الاسيتايليشن؟ شرحها في الاول، قلتها في الاول. انا عايز اعمل هنا دلوقتي ما بعملش عمليه انكريز للبولاريتي، ده انا عايز اعمل ترمينيشن للاكتيفيتي. انا عايز خلاص الدوريشن اوف اكشن بتاعه نخلص منه. الجسم عايز يتخلص منه، فلما اعمل عمليه الاسيتايليشن او الميثايليشن اللي جايه انا ما بزودش البولاريتي، انا بعمل ايه؟ بعمل ترمينيشن للاكتيفيتي بتاعت الدراج اللي عندي، بعمل له ديتوكسيفيكيشن. لا اعمل ماكو انهانسمنت اوف الووتر سوليوبيليتي او البولاريتي. يبقى كل ما هنالك كل ده احط عليه اسيتايل جروب. الاسيتايل جروب هتيجي منين؟ من الاسيتايل كو ايه؟ مش لسه كنا ذاكرينه من شويه؟ الاسيتايل جو بيكو جابت عندي كربوكسيليك اسيد وفعلته مع الكو اي. هنا عندي الكو اي، الاسيتايل كو اي ده موجود في الجسم وخدته في البايو. الاسيتايل كو اي ده اعمل لي عمليه ايه؟ اسيتايليشن. يعني في ايه؟ في الاسيتايل جروب يا اخ مرتضى، في الاسيتايل جروب. يبقى ال ان اتش 2 اللي عندي ديت هيروح يعمل عليها اسيتايليشن. بطل يا مرتضى الله يهديك. يبقى الاسيتايل جروب اللي موجوده في الاسيتايل كو اي ده اللي هو الكو انزايم ده متصل بالاسيتايل جروب، مش انا بعمل عمليه اسيتايليشن. يبقى ان اتش 2 اللي هو الدراج بتاعي هحط عليه اسيتايل جروب يديني ان اتش، ان اتش ده زي ده يبقى اديني ان اتش سي دبل بوند او ميثايل، ما هي دي مجموعه الاسيتايل. والله يا مرتضى اللي يعني يزعل ان انا بشرح كيمياء بتاعت سنه اولى وثانيه، هو ده اللي احنا قاعدين نشرح فيه بتاعت سنه اولى والله. يبقى الراجل اللي عنده السلفونامايد ديت يا شباب
بتكون زي ما قلت لك كده، انا قلت لك لما الوقت هيبقى عندي ان اسيتيليتد سلفونامايد الميتابولايت بتاعته، انا كل اللي عملته دخلت عليه الاسيتيل جروب اللي جاي من الاسيتيل كو اي اللي مال الجسم ده، الاسيتيل كو، وعملت على الان اتش 2 ديت او بتاعه الفري ديت اروماتيك امينو جروب او بتاعه السلفونامايد جروب ديت اللي موجوده عندي ديت، ماشي يا شباب، عملت عليها اسيتيليشن ان اتش سي دبل بوند او سي اتش 3 زي ما خدت كده بالظبط اللي هو الباراسيتامول التحضير بتاعه. طيب الراجل ده اللي عند ده اللي عند الميتابولات اللي هو الاستايليت الميتابولات بتاعت السلفونامايد ده بالذات، احنا قلنا في الاول خالص من زمان كنت بقول لك السلفونامايد لها سايد افكتس ان هي بتعمل لي حاجه اسمها كريستالويوريا. كريستالويوريا انا بحب كريستال بيكونها عندي في اليورين، فممكن يعمل ستونز وكلام من ده ما تحصلش، وتعمل لي كدني ايه، كدني دامج. ليه؟ لان ديت لما عملت عليها عمليه استايليشن ايه يا شباب، ما حصلش لها عمليه، ما بقتش هايلي بولر، ما بقتش هايلي بولر، حصل لها عمليه كريستاليزيشن، لان انا ما زودتش البولاريتي، انا ما زودتش البولاريتي، انا عملت ديترمينيشن للفارماكولوجيكال افكت بتاعه عشان ما الديوريشن اوف اكشن بتاعها اخلص منه، عايز تخرج وانت ايه ونخلص ايه ونخلص منها، خصوصا السلفونامايد اللي هي كانت البدايه بتاعت السلفونامايد في بدايه ما عملوا السلفونامايد زي السلفانيلا ايه؟ زي السلفانيلا مايد، كان بتعمل لي حاجه اسمها الايه؟ الكريستالو يوريا. عشان كده كانت بتعمل كدني دامج اللي هو الميتابولايت اللي خرجت عندي اللي هي الان اسيتيليتد سلفونامايد. الراجل ده لما حصل له عمليه اسيتيليشن سواء هنا في البوزيشن ده او في البوزيشن ده، ده برضه ينفع يتم عليه سي دبل بوند او ميثايل سي اتش 3. الاسيتيل جروب ديت يا شباب الكتروفايل ولا نيوكلوفايل؟ السي دبل بوند او ديت الاكسجين اللي بتسحب من السي ديت اللي راحت على الان دي الكتروفيلك ولا نيوكلوفيلك؟ دي طبعا هايلي الكتروفيلك، الاكسجين بيسحب من الكربون، يبقى الكربون ديت عليها بارشال بوست في تشارج، الان عليها لون بير من الالكترو، تعمل نيوكلوفيلك اتاك عليها. عندي بعد كده يا شباب اخر حاجه عمليه الميثايليشن، عند المركب بتاعي هحط عليه ميثايل جروب، كل اللي انا هعمله في عمليه الميثايليشن عندي طبعا الكلام ده كله بيحصل للجينوس كومباوند. عمليه الميثايليشن ديت الابينفرين في عمليه فيه ميثايل جروب انا بستخدمه عشان اعمل عمليه الان اكتيفيشن، عمليه الايه هي الايه الميثايل. طيب عشان بس ما نطولش عليكم، يبقى الميثايل سيليشن ديت برضو نفس الكلام زي ما قلت كده، لا تقودني ولا تؤدي الى بولر او بولر او ووتر سيرفر ميتابولايت، لا الراجل ده عشان اخلص ايه، اخلص من الدراج اللي عندي، اخلص من الديوريشن اوف اكشن، اخلص من الاكتيفيتي بتاعته. الراجل ده طبعا مش هيديني حاجه بولر الا في حاجه واحده، ان يكون عندي ان تيرشري نيتروجين، يعني تيرشري امين، واعمل عليه عمليه ميثايليشن. فالتيرشري امين ده كده تيرشري امين لما متصل بثلاثه ار يا شباب ده اسمه تيرشري امين، ان دي عليها لون بير، لما اجي اعمل عليها ميثايليشن والميثايل جروب ديت الكتروفايل، يبقى كده الان بقت اس كواترنري امونيوم سولت، بقت عليها شحنه موجبه، بقت على هيئه سولت، يبقى ديت ووتر سولت. دي الحاله الوحيده، غير كده ما يكون، غير كده ما يكون. المهم الميثايليشن جروب يا شباب بتيجي منين؟ من حاجه اسمها السام كو انزيم، سام كو انزيم اللي هو الاس ادينوزايل ميثيونين، اس ادينوزايل ميثيونين اختصاره سام، ده اللي تعرفه لي. الانزيم اسمه ايه؟ اسمه ميثايل ترانسفيريز، مش انا هنقل مجموعه ميثايل، ميثايل ترانسفيريز زي مين؟ زي الكاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز اللي هو الكومت. الميثايل ترانسفيريز ده زي مين؟ زي الكاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز. كلمة كاتيكول يعني بيشتغل على حلقة البنزين اللي فيها اتنين ميثايل جروب، بيبقى ده الانزيم اللي موجود عندي اللي سيادتك تعرفه لي. وده الكو انزيم اللي قلت لك أهم شيء عندي تعرفه لي، اس ادينوزايل ميثيونين سام. عارف ولاد العم سام هو ده. آخر حاجة عندي يا سيدي عشان مرتضى يرتاح وأقول له ثانك يو. أدى النور ابينفرين. نور ابينفرين، الأر ديت تبقى أو اتش. الدوبامين. الار ديت تبقى اتش. الكاتيكول اورثوميثايل ترانسفيريز يعني ايه؟ يعني الراجل الكاتيكول اورثوميثايل ترانسفيريز ده اللي هيجيب لي السام اللي موجود في مجموعه الميثايل، ماشي يا شباب، هيجي يعمل لي نوت عمليه ايه؟ عمليه ميثايليشن. مش قلت لك ده هل ده كده يزود لي، ده كده يزود لي البولاريتي يا شباب لما احط هنا ميثايل جروب؟ اقول لك يعني
ميثايليشن واجيب لك ده، يبقى سيادتك مش هتعمل لي الا ده بس. انما قلت لك فيس 2 بقى اكتب اعمل زي ما انت عايز، تعمل لي سلفيشن وديت الاو اتش يحصل عليها سلفيشن، كلوكورونيديشن زي ما سيادتك تحب. يبقى ده كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز، يعني الانزيم ده هيعمل لي نقل للميثايل من الكو انزيم، يبقى الاو ديت هتتحول الى او ميثايل. او ميثايل يبقى ده كان عباره عن النور ابنفرين، الابنفرين الادرينالين ديت عباره عن ان اتش سي اتش 3 اللي قدامي ده النور ابنفرين، النور ادرينالين. الار ديت او اتش او الدوبامين لو الار ديت عباره عن اتش، كل دولت عباره عن كاتيكولامين دريفت. يبقى ده يديني النور ميتا نفرين او الثلاثة ميسوكسي تايرامين في حالة مين يا شباب؟ في حالة الدوبا ايه؟ الدوبامين. 3 ميسوكسي تايرامين في حالة الدوبامين. المهم ان هو عمل لي هنا على الاو اتش رقم 3، يبقى التفاعل ده بقول عليه، بقول عليه ستيريو سبيسيفيك رياكشن، ستيريو سبيسيفيك رياكشن. تم لي على البوزيشن رقم 3 وما تمش على البوزيشن رقم 4. الالفا ميثايل دوبا، الالفا ميثايل دوبا نفس الكلام اللي هو قلت لك الالدوميت بيستخدم للبريجنان يكون عندها انت هايبر تنسف دراج، ونفس الكلام ستيريو سبيسيفيك رياكشن على البوزيشن رقم كام؟ رقم 3. مش هاجي لك يا اخو مرتضى اعمل لك سهم، يبقى انت عارف هيتم على البوزيشن رقم 3 عمليه الميثايليشن. ممكن تعمل له جلوكورونيديشن على الكربوكسيليك اسيد، ممكن تعمل لي سلفيشن على الاو اتش جروب. ماشي يا شباب، اللهم بلغ، اللهم فاشهد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.